عبدالله البقالي، في البيان الذي تلا تعليق نشاط مكتب الجزيرة في الرباط قيل أنه بسبب انحراف الجزيرة عن قواعد العمل الصحفي، وهذه عبارة عامة. نريد منك سيد بقالي أن توضح لنا الخلفيات الحقيقية لهذا القرار وأبعاد هذا القرار. مساء الخير زميلة ليلى، مساء الخير للسادة المشاهدين. الحقيقة خلفية القرار يمكن أن نتحدث عنها من زاوية أخرى. هل استقلالية قناة الجزيرة القطرية يمكنها أن تطال الأوضاع داخل قطر مثلا؟ هل يمكن لقناة الجزيرة أن تحدثنا كيف وصل أمير قطر إلى الحكم؟ ماذا عن البرلمان القطري؟ ماذا عن الأحزاب القطرية؟ ماذا عن المجتمع المدني في قطر؟ ماذا ما شاء الله عن المنظمة الحقوقية في قطر؟ المصداقية والاستقلالية هي مقاربة شمولية ولا يمكن أن تتجزأ. حينما يتعلق الأمر من المغرب ندفع بالشعارات الاستقلالية والمهنية والعديد من المنظومة الشعارات هي طويلة. علاقة الجزيرة بالمغرب هي علاقة تجاذب منذ أن مكن المغرب هذه القناة من فتح مكتب لها في الرباط. تصوروا معي يا السادة المشاهدين زميلتي ليلى ان بالامس مثلا دشن جلاله الملك مشروع مائي هائل جدا، سد بقيمه 60 مليار درهم، ولا يجد هذا الخبر حيز ضيق من اهتمامات الجزيره. في المقابل تنقب الجزيره عن تفاصيل اجتماعيه واقتصاديه صغيره ليست هي القاعده. المغرب مليء بالسلبيات. سيد بقالي انت تعلم ان سيدتي نحن نفهم طبيعة التحايل الذي تمارسه قناة الجزيرة في هذا الصدد. قضية الصحراء يجب أن يتحدث عنها في الجزيرة بدرجة أولى مواطنون صحراويون وهم كثر اختاروا الاستمرار ومواصلة انتمائهم للوطن وهم يعدون بمئات الآلاف. أنتم حينما تقررون برنامج يعالج قضية الصحراء المغربية تختارون شخصية من داخل التراب المغربي من الشمال وتقدمون صورة مغلوطة أن هناك خلاف بين شمال المغرب مواطنون في شمال المغرب وجبهة البوليساريو. المشكل صحراوي صحراوي بالدرجة الأولى، هناك 50,000 صحراوي موجودين في مخيمات سندوف وهناك أكثر من 100,000 صحراوي موجودين في المحافظات أي الأقاليم المغربية، وأنتم تصرون دوما أن وبتبرير أن البوليساريو لا يقبل جهة تخالف الرأي من القبائل الصحراوية. أرجو أن تختصر. تفقدين أجرك من الشيخ قطر ومن زوجته. لا 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 ننزل بالحوار إلى هذا المستوى. أرجوك سيد بقالي. ولا يمكن لك أنت ولا باقي الزملاء في قناة الجزيرة. أنا طلبت منك المقارنة وأنت ترفض. أن أرجو أن تختصر. تفقدين أجرك من الشيخ قطر ومن زوجته. لا 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 ننزل بالحوار إلى هذا المستوى. أرجوك سيد بقالي. ولا يمكن لك أنت ولا باقي الزملاء في قناة الجزيرة. أنا طلبت منك المقارنة وأنت ترفض. أن أرجو أن تختصر. تفقدين أجرك من الشيخ قطر ومن زوجته. لا 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 ننزل بالحوار إلى هذا المستوى. أرجوك سيد بقالي. ولا يمكن لك أنت ولا باقي الزملاء في قناة الجزيرة. أنا طلبت منك المقارنة وأنت ترفض. أن